الأعلام وين؟ إذا ما أنت السلام عليكم. صحة شريفتكم. نحب نعلمكم اللي منذ دقائق أقلعت طائرة من طرابلس إن شاء الله فيها أولادنا اللي كانوا محتجزين. حبينا نزفوا البشرة لعائلاتهم اللي هما معانا، نشكرهم على صبرهم وكل الكل التوانسة. وبهالمناسبة نحب نشكر خليط الأزمة اللي قادتها وزارة الخارجية بقيادة السيد وزير الخارجية، واللي متكونة من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة العدل، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، واللي عملت مهنية، عملت بصبر، عملت بصمت، لأنه في إشكاليات كيف هذه ما عندنا حتى خيار. كان الصمت، كانت ضغوطات كبيرة وخاصة على العائلات، ولكن الحمد لله ربي وفقنا للخير، وإن شاء الله توا في الأجواء وإن شاء الله يوصلونا سالمين. من مفرح شيء في أول نهار في رمضان، إن شاء الله رمضان مبروك عليكم أنتم العائلات وعلى التوانسة الكل، وإن شاء الله ديمة الأعياد. ما نحبش قبل ما نعدي الكلمة للسيد وزير الخارجية، نحب زادة أن نشكر عائلات الجرحى اللي شفتهم الصباح من أولادنا في الحرس، اللي كانوا يقوموا بعملية جريئة بمبادرتهم لمطاردة خلايا إرهابية في جندوبة، واللي تمكنوا يعني من نتائج مهمة تقدموا إن شاء الله الأيامات القادمة تكلل أعمالهم بالنجاح. نحب نشكرهم على شجاعتهم، قيد جرحى ولكن قيدهم مبتسمين شجعان، يحبوا يرجعوا الأرض، عازمين باش يقطعوا دابر الإرهاب. فكيما تصير لنا فواجع تصير لنا أفراح، هذه سنة الله في خلقه، وخاصة في الدول عندنا بعض المخاطر ديما متهيئينهم. مرة هذه ربي وفقنا، إن شاء الله ديما موفقين، إن شاء الله رمضانكم كل مبروك، رمضانكم أفراح. ونشكركم مرة أخرى الخلية، ونتفضل سي المنجي نعطيك الكلمة باش يعطيكم بعض التفاصيل. بيتكم سعيدة، أنا باش نخليكم سي المنجي، إن شاء الله نتلقاو بعد في المطار. نكمل الشيء اللي قاله السيد رئيس الحكومة. الفضل لإطلاق سراح دبلوماسيين السيد محمد بالشيخ والعروسي قنطاسي يرجع بالأساس إلى المجهودات الحثيثة التي قامت بها السلطات التونسية بالتعاون مع السلطات الليبية، اللي بالمناسبة نشكرهم شكرا جزيلا على تعاونهم معنا. في الحقيقة احنا من البداية خذينا القضية بمهنية تامة، كوننا خلية أزمة اللي ذكرها السيد رئيس الحكومة، وكذلك تعاملنا مع القضية على ثلاثة محاور، وكان تمشي الحكومة يعني في إطار مبدأين اثنين اللي ذكرتهم من قبل، اللي هما الحفاظ على سلامة المخطوفين وإرجاعهم في أقرب وقت، وكذلك والمبدأ الثاني هو الحفاظ والتمسك بهيبة وسيادة الدولة وعدم التفاوض تحت الضغط والمساومة وعدم المقايضة على دم الشهداء. ولكن خلينا الباب مفتوح لكل الوسطات اللي من شأنها أنها تساعد على إطلاق سراح المخطوفين. فالحقيقة كانت هناك العديد من المساعي الرسمية وغير الرسمية. احنا التمشي بتاع الحكومة التونسية كان تمشي رسمي، قمنا بثلاثة محاور. المحور الأول هو محور قضائي، كنا قدمنا قضية عدلية في الشأن هذا.
والمحور الثاني هو محور دبلوماسي. كنا يعني كلفنا الحكومة الليبية بالمسؤولية متاعها، المسؤولية اللي هي تحت اتفاقية دولية موقعة على ليبيا سنة 99، اللي تكون مسؤولية هي مسؤولية الدولة اللي اختطفوا فيها، وحملناها مسؤولية كاملة لحماية الدبلوماسيين بتاعنا. والمحور الثالث هو محور سياسي. كنا كلمنا الأمين العام للأمم المتحدة وعلمناه بالعملية هذه، يعني حسب الاتفاقية الدولية هناك ثلاث محاور. فكنا كانت المجهودات حثيثة وتقريب يوميا مجهودات متواصلة. يمكن تبدو لكم أنتم الصحفيين كون مجهودات مش كبيرة، لكن المسألة تقتضي قصدا كبيرا من التحفظ والسرية. هذاك علاش ما نمشوش نتكلموا في الصحافة وفي التلفزيون على كل ما نعمل به، لكن ما فماش باب ما طرقناشو، طرقنا كل الأبواب في إطار احترام المبدأين الأساسيين اللي ذكرناهم. في الحقيقة يعني الفضل يرجع للخليط الأزمة هذه المكونة من ممثلين من أجهزة الدولة اللي ذكرهم السيد رئيس الحكومة، اللي هي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع، واللي قمنا بمجهودات كبيرة كنا تقريب يعني نجتمع بصفة متواصلة، وكنا باتصال مع الحكومة الليبية وباتصال مع الأطراف يعني الرسمية، وربي وفقنا، وكما شفتوا النتيجة كانت نتيجة إيجابية، والشكر لله في الحاجة هذه. وكذلك نشكر الإخوة في ليبيا اللي عاونونا بصفة كبيرة، والشكر موصول إلى القنصل العام الليبي في تونس اللي عاوننا بصفة خاصة في الأيام الأخيرة إن شاء الله. وكذلك بهذه المناسبة نشكر العائلات، عائلة السيد محمد الشيخ وكذلك عائلة البنطاسي اللي كانوا متفهمين للوضع، وكنت أنا شخصيا قبلتهم في العديد من المرات، وقدمنا لهم يد المساعدة ووعدناهم وعد صادق كونهم إن شاء الله رجعونا ابنائهم سالمين، لكن أعطونا شوية صبر وكنا على الوعد إن شاء الله وربي يوفقنا. السيد الوزير عم خروج من راديو موزايك، كيفاش تم اعترافهم وشكون كان مخطط في الزوز الدبلوماسي التونسي؟ احنا كسلطات تونسيه يعني ما تفاوضناش مع الاطراف الخاطفه، كان الطرف المقابل بتاعنا هي الاطراف الرسميه الليبيه. الحقيقة ما نعرفوش شكون الأطراف اللي اختطفوا، وما نحبوشنا حتى نعرفوا شكونهم. احنا الأساس كون يعني كان اتصالنا المباشر مع أطراف رسمية ليبية، وهما عندهم هما كانوا عندهم تواصل مع المجموعة هذه. لكن المهم كونه حفظنا على المبدأين الأساسيين اللي هي الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها، وعدم المقايضة وعدم المفاوضة تحت الابتزاز والمساومة. المبدأ هذا يعني كان مبدأ أساسي بالنسبة لنا، ووفقنا ربي في هذا إن شاء الله. أحمد فضلي جريدة تونسية. ذكرت سيد الوزير الفاجعة المخطوفين كان على محاور ثلاثة. المحور هو المحافظة على سيادة الدولة وعلى مؤسسة الهيبة بتاعها. في المدة الأخرانية تم ترويج بعض الأخبار اللي مقابل الإفراج على التوانسة هذوما، تعهدت الحكومة التونسية بتسليم بعض القيادات الليبية الفارم نظام القذافي، والعدد تراوح ما بين 12 و20. حابين نتأكد من صحة المعلومة هذه، وإذا كان ثم مقابل يعني بالنسبة لتعهدات الدولة التونسية في مقابل الإفراج على التوانسة هذوما. وحابين السؤال الآخر للسيد السفارة المكلف بالملف الأمني، كيفاش باش تبتهج وزارة الداخلية في المستقبل الخطط اللي باش تبتهجها وتعتمدها للحفاظ على سلامة البعثات الدبلوماسية في الخارج خاصة في المناطق الساخنة كما ليبيا مثلا؟ شكرا.
فيما يخص الخبر اللي جبته ولا هذا نتاع 12 سنة ما عندي به حتى علم ونأكد لك كونه خبر غير صحيح. بالنسبة للسؤال نرجع للمسؤول على الأمن بالنسبة لكل بلدان العالم في اتفاقية دولية، أي الدولة اللي فيها تمثيل دبلوماسي هي قبل كل شيء هي راعي الأمن الدبلوماسيين الموجودين، وهذا ما يمنعش أنا بالنسبة لي نحن بدأ واخذين احتياطاتنا فيما يتعلق بحوزة المماثلية سواء تكون سفارة أو قنصلية، أما تبقى المسؤولية الأساسية هي دائما ترجع للدولة، لذلك سيد وزير الخارجية كان تعرض لمسؤولية الدولة اللي بيا نوعا ما نسقنا معها لإطلاق الإفراج عن الرهائن. السؤال الذي تعلق شوي على الناحية السياسية، ما هي صحة المعلومات التي تقول أن هناك اجتماع سياسي على أعلى مستوى حول قضية ليبيا بسبب العقد الفلوس يومين 12 و13 من الشهر الجاي؟ نعم، هذا الاجتماع هو اجتماع على مستوى وزراء خارجية دول الجوار اللي هي الجزائر ومصر والنيجر وتشاد والسودان وتونس وليبيا بطبيعة الحال، إن شاء الله يقع يوم 13 و14 جويلية في تونس للنظر في سبل دعم والأخوة الليبيين لوجود حل سياسي وسلمي عبر وفاق وطني للأزمة الليبية. تفضل سحافة. حبينا نسأل واحد طول الحادث السابق الذي غادي أنقذها حوالي أخرى